على الرغم من انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير في القارة القطبية الجنوبية، تعمل مجموعة من العلماء الدوليين في واحدة من أكثر المناطق النائية في العالم بهدف إجراء بحوث طويلة الأمد بشأن تغير المناخ. فمنذ 8 سنوات يقوم هؤلاء العلماء البرازيليون بجمع البيانات من جزيرة الملك جورج الواقعة ضمن إحدى المقاطعات البرازيلية في القارة القطبية الجنوبية. أجهزة استشعار ذكية تستخدم في محاولة للحصول على قراءات دقيقة في بيئة لم يمسها الإنسان بعد، ما قد يجعل من نتائج أبحاثهم الأكثر دقة. إجراء هذه الدراسة في القارة القطبية الجنوبية أمر رائع. التدخلات البشرية لم تصل إلى هنا بعد، والبيئة حساسة جدا للتغيرات المناخية. هنا يمكننا التحديد وبدقة مدى إمكانية تأثير هذه التغيرات. وإذا توصل العلماء إلى وجود تغيرات في المناخ، فإن هذه الدراسات ستحاول تحديد الدور الذي يلعبه البشر في هذه التغيرات. بحوث تتطلب الصبر كما الحال في العمل الميداني في القارة القطبية الجنوبية، فالأمر قد يستغرق نحو 30 عاما قبل أن يتمكن العلماء من التوصل إلى استنتاجات. في العام الماضي سجلنا درجات حرارة منخفضة جدا حوالي 94 درجة تحت الصفر. هذه أحد الأمثلة على التغير المناخي، ولكن من المبكر جدا تحديد السبب الحقيقي لهذا الانخفاض. قد يكون أمرا طبيعيا وقد يكون بسبب البشر. التقرير الأخير الصادر عن الأمم المتحدة والمعني بالتغيرات المناخية أكد أن الجفاف والفيضانات ونقص الغذاء في العالم نتائج تسببها ظاهرة الاحتباس الحراري. دراسات قد تستغرق وقتا طويلا، ولكنها بالنسبة لهؤلاء العلماء خطوة كبيرة نحو فهم أكبر لأسباب تغير المناخ.